اجتهادنا ان الجن لا
سنين. فين كنا يا اخوان؟ عند السحر الذي وقع على عائشة رضي الله عنها. فقلنا ان هذا السحر لم يبطل الا بعد ان اغتسلت بمياه الآبار الثلاثة التي يمد بعضها بعضا القريبة من بعض. طيب هنا ايضا الرقية لم تؤثر او لم تتعالج عائشة رضي الله عنها بالرقية، صح ولا لا يا اخوة؟ مضبوط الموضوع؟ فاهمين؟ طيب من فين جاءت الرقية؟ لماذا نرقي المسحور؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعالج من السحر الذي وقع عليه بالرقية، وعائشة رضي الله عنها لم تتعالج من السحر الذي وقع عليها بالرقية. طيب فكوننا نرقي المسحور حتى يتعالج هذا شيء مخالف للأحاديث. طيب يأتيك الآن معروف ماذا إيش؟ واحد مسحور، تعال اقرأ عليه اقرأ عليه اقرأ عليه، تأثر معناته السحر، قل هذا مسحور واقرأ اقرأ اقرأ، ممكن يهيج ممكن يخرج منه شيء، وهذا إذا خرج شيء قلت خلاص السحر خرج وإيش؟ شوف يا الرجل. طيب يا أخو، والأسحار التي في البحر والأسحار التي في المقبرة والأسحار المرشوشة والسحر اللي عند الساحر مأخوذ من ملابس هذا المريض، ماذا تفعل به؟ كيف تعالج هذا؟ تمام؟ فيجب أن نفكر في ضوء الأحاديث التي شرحتها الآن، كيف نستطيع نعالج المسحور؟ طيب؟ طبعا كلنا يعرف الحديث الذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعالج السحر الذي عليه بسورة البقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يتهجد كل يوم ويقرأ الطوال، يعني سور كثيرة يقرأها في اليوم، ممكن كان يختم كل يوم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أيضا لم يعالج السحر. عائشة رضي الله عنها أيضا كانت عابدة، طيب لكن ذلك أيضا لم يعالج السحر. تمام؟ فمعنى هذا أن الحديث لا يستطيعها البطلة أي لا يستطيعون أن يبدأوا بالسحر. طيب يعني لا يستطيع أن يعملوا لك سحر جديد، إذا أنت تقرأ سورة البقرة ومحافظ على سورة البقرة لا يستطيع الساحر أن يعمل لك سحرا جديدا. لكن شخص سحر من قبل لم يكن محافظ على سورة البقرة، سحر من قبل، فهذا لا نقول له أنت علاجك بسورة البقرة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عليكم من تصبح بسبع عجوات من المدينة لم يضره سحر ولا سم. طيب هنا في الحديث يا إخوة لماذا لم يعالج الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالعجوة وكذلك عائشة رضي الله عنها؟ معنى ذلك أن أيضا العجوة وقاية، كما هي سورة البقرة وقاية فالعجوة وسورة البقرة وقاية. طيب وأما العلاج سنشرحه إن شاء الله بما فهمناه من هذه الحديث. طيب في نقطة مشهورة في يعني تثار في هذا العصر الذي هو فك السحر بالسحر. يعني واحد يقول لك أنا مسحور، طيب حتى أعالج نفسي أذهب إلى ساحر يفك سحري. هذا نقول له كيف يا أخي؟ الله عز وجل يقول في القرآن ماذا؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. ربنا يقول بوضوح ولا يفلح الساحر حيث أتى، فليس الذي سحرك بمفلح، وحتى الذي تذهب إليه لفك سحرك ليس بمفلح. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله دواءكم في حرام، فكيف تظن أن هذا السحر أو الساحر ممكن يعالجك؟ صح ولا لا يا أخوة؟ فهذا لا يمكن. كذلك في مقولة لأحد السحرة التائبين يقول لأن تبقى مريضا
خير لك من أن تطلب من أحد أن يشرك بالله ليعالجك، صح ولا لا؟ السحر هذا إيش؟ شرك بالله. طيب أنا أفضل لي أكون مريض موحد خير من أن أذهب إلى الساحر أطلب منه أن يشرك بالله ليعالجني. هذا إذا كان هناك علاج في السحر يعني، لكن لا يمكن أن يكون هناك علاج في السحر. ولم يرد بصراحة عن أي أحد من السلف رضوان الله عليهم أنهم أباحوا فك السحر بالسحر، لم يرد. إذا قال لك أحد والله فلان قال كذا فلان قال كذا، قال له أنت لم تفهم الكلام. زعم بعضهم أن سعيد بن المسيب رحمه الله أجاز فك السحر بالسحر، المتتبع لكلامه يرى أنه لم يقصد السحر الاصطلاحي وإنما قصد السحر اللغوي الذي تكلمنا عنه في البداية، تمام. توقف الإمام أحمد بن حنبل وفي فتوى أخرى لابن سيرين أنهم توقفوا في علاج السحر بالسحر، أيضا هنا لم يكن سحرا، لم يكن سحرا اصطلاحيا بمعنى الشرك والتقرب إلى الشياطين، كان بمعنى السحر اللغوي. أما فك السحر بالسحر الاصطلاحي المحرم الشرك فهذا لم يقل أحد من الأمة بجوازه من التابعين ومن السلف رحمهم الله. طيب نيجي نتكلم عن المس. المس الذي هو إيش؟ الجن الذي يدخل في الجسم، طيب، أو يؤذي الإنسان. المس هذا يا إخوة طبعا بعضهم ذهبوا إلى عدم الاعتراف به، قالوا ما يوجد مس. طيب هذا الذي يتحرك في الإنسان إيش هو؟ قالوا هذا مرض نفسي نفساني. طيب كيف مرض نفساني يا أخي؟ أنا مثلا جيت إلى واحد مريض في السودان ورقيته وجاني يتكلم فرنسي أو يتكلم ملاوي، كيف هذا يعني يتكلم؟ كيف يعرف؟ وهذا لم يخالط، لم يذهب لا إلى فرنسا ولم يذهب إلى إندونيسيا، تمام، ولا إلى بروناي ولا ماليزيا، ويتكلم له كيف؟ يقول لك لا، هو ممكن زمان شاف فيلم إندونيسي ولا ماليزي، تمام، وعقله الباطن حفظ هذه الكلمات. كيف يا أخي؟ ما يصير، تمام. كيف تأتي إلى واحد تقرأ عليه ويحضر الجن ويخبرك بغيبيات لا يعلمها إلا أنت مثلا؟ يعني مثلا يقول لك أنت أكلت بالأمس هكذا وهكذا، وأنت سيارتك هكذا وبيتك هكذا، كيف عرف؟ تمام، يعني أعطونا تفسير منطقي لهذا الكلام، ما لا يوجد. طيب فهناك حصل جدل بين العقلانيين الذين لا يريدون، طيب، لا يريدون أن يقتنعوا بأن المس الجن ممكن يدخل الجسم، هم لا يريدون، خلاص لا يريد أن يفهم، أغلق عقله وسمى نفسه عقلاني. طيب لا يريدون أن يقتنعوا بأن هذا ممكن. تكلم عن التعريف. طبعا هناك في مس داخلي وفي مس خارجي. مس داخلي كما أخبرتكم من قبل يكون داخل الجسم، ومس خارجي من خارج الجسم. من الأدلة الشرعية عندما يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه إيش تفسيرها؟ ما تفسير هذه الآية؟ يعني الله عز وجل يقر أن هناك ناس يقومون من المس الممسوس، هناك ممسوس. طيب هذا إقرار من الله عز وجل أنه في ممسوس، والذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم هذا الممسوس، طيب، سواء في الدنيا أو في الآخرة، تمام. المفسرون طبعا قالوا إيش؟ الآخرة. ونحن رأينا بأنفسنا الذين يأكلون الربا يمشون كما يمشي الممسوس أو المجنون أو يهذي المجنون. العقل ذكرت لكم بعض الأدلة العقلية في الكتاب، إن شاء الله تجدون كل الأدلة موجودة. من ضمن الأدلة الشرعية الحديث الذي فيه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حينما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وتفل في فمه فبرئ. هذا حديث أيضا دليل على وجود المس الداخلي. طبعا هناك
المنكرون استعملوا بعض الأدلة التي لا تنفع. مثلا على سبيل المثال قالوا يا أخي ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله عز وجل كرم بني آدم فلا يمكن للجن أن يدخل في بني آدم. طيب يا أخي أنت دحين الفيروس يدخل في بني آدم والبكتيريا يدخل والأسد يهجم, طيب والفار يأتي يقض, الناموس يجي, هذول بني آدم يعني ولا إيش؟ إيش المقصد يعني؟ تمام, فين راحت الآية ولقد كرمنا بني آدم؟ طيب قالوا من الآيات اللي استدلوا بها إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب أولا الآية هي تتكلم عن الشيطان, ما تتكلم عن الجن كلهم, تتكلم عن الشيطان. طيب كم من الآية؟ إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم مشركون. معنى كلامك أن المشركين ممسوسين, تمام؟ يعني مسلم لا يصيب المس, معنى كلامك يعني أنت الذي تعترض وأنا مشركين يصيب المس. فيعني أدلتهم لا تنفع لإنكار المس. أسباب المس عندنا, أولا عندنا العين, عندنا الحسد, عندنا السحر, عندنا المشاعر السلبية مثلا الخوف الشديد, الفرح الشديد, الحزن الشديد, القلق الشديد, الغضب الشديد, هذه كلها مداخل. في عندنا بعض الأمراض تكون أيضا مدخل للمس. في عندنا بعض الأشياء مثل الوراثة, يعني الجد مثلا كان ساحر أو كان يحضر أو كان متعاون, طيب فالجن وفاء للعقد الذي بينه وبين الجد ينتقل بالوراثة. طيب عندنا أيضا من الأسباب الموجودة فعل الخير, يعني الإنسان الذي يفعل الخير الشيطان يحاول يتصدى له فيحاول يؤذيه. طيب من الأسباب كذلك المعاصي, من المعاصي الزنا, العادة السرية, الربا, طيب الموسيقى, هذه كلها أسباب تدخل إليك الجن. مواقع المس في الجسم هذه مواضيع اجتهادية تحتاج إلى بحث. يعني بعضهم يقول لك أنت لديك جن في الرأس, طيب كيف عرفت؟ ممكن صحيح وممكن خاطئ, تمام؟ يقول الجن عندك في القلب, في الكبد, في القدمين, في اليدين, طيب كيف عرفت؟ يعني نحن لا نستطيع ننكر ولا نستطيع أن نجزم حتى يكون عندنا أبحاث تؤكد لنا هذه المسألة. الكلام مع المس يا إخوة لا يفيد. يعني لما يتكلم الجن يأتيك المريض مصروع ويتكلم, طيب هذا كلام لا يفيد. لماذا؟ هو تضييع الوقت. الجن يحاول يكذب عليك, يعني لو كان خادم عين, يعني إذا أنت عالجت المريض فهو يخسر عمله ويخسر مكانه الذي هو فيه. طيب لماذا يخبرك بأنه عين وكيف تتخلص من العين؟ خادم السحر هو عنده عقد عمل, من شروط العقد أو الكتمان. طيب وبعض خدام السحر أصلا لا يعرفون مكان السحر, خلاص أتاه تكليف وعرف أنه فيه عقد عمل موجود وأتى يعمل في الجسم. طيب لماذا هذا يعني يخبرك بكل شيء؟ ممكن يعني كما قلنا بالأمس الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر عن الكهنة والذين يأتيهم الجن؟ أنهم يقولون شيئا صادقا ويكذبون معه 100 كذبة, فهذا الذي يحصل مع الجن. ولذلك ننصح الجميع لا أتكلم معهم, الكلام معهم مضيعة وقت وجهد ولا يفيد. طيب عندنا باب الاستعانة بالجن, كيف الاستعانة بالجن؟ طبعا لا نتكلم عن الاستعانة عن طريق الشرك والمعاصي, نتكلم عن إخوة يقول لك والله يا أخي أنا عندي جن يساعدني أو أنا طلبت من جن أن يساعدني. طيب ذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقا, قالوا لا يجوز, بعض العلماء قالوا لا يجوز, وبعضهم قال إلى الجواز والإباحة مع التفصيل, تمام؟ يعني مثلا أنا سيارتي تعطلت, طيب وجدت رجل قلت له يا أخي ساعدني دف معايا السيارة. طيب كنت في صحراء ما وجدت رجل, وجدت جن, قلت لهم يا جماعة تعالوا ساعدوني. طيب قال البعض إيش؟ إنه يجوز الاستعانة
فيما أباحه الله. طيب أنا لا أقول لكم هذا الحكم هو الذي يعني هو الصحيح، أنا أريد أن أفهمكم، لأنه في كثير بعض الناس يسمع الاستعانة بالجن يقول حرام حرام. هو حرام لماذا؟ يجب أن تفهم، ليس هناك نص شرعي أو دليل شرعي صريح يقول أن الاستعانة بالجن حرام، ليس هناك هذا دليل صريح. طيب لماذا حرمه العلماء؟ سنفهم الآن. طيب لكن أقول لكم أن بسبب عدم وجود دليل صريح بعض العلماء أجازوا الاستعانة بالجن. توجد لدينا مسألة الثقة، أول مسألة بيننا وبين الجن هي مسألة الثقة. طيب يعني يا أخي أنت الآن لو جاء واحد قال لك زوجني أختك، إيش تقول له؟ تقول له لازم أنا أعرف من أنت، من فين جاي، إيش أخلاقك، إيش دينك. طيب جاك واحد قال لك دخلني شريك معك في التجارة، تمام؟ إذا جاء واحد برا شافك تمشي قال لك اركب معايا أوديك، تركب معايا على طول هكذا؟ ليش؟ لأنك تحتاج أن تثق في هذا الرجل، ما في ثقة في هذا الرجل. طيب فكيف تثق بواحد جن بجن طيب يقول لك أنا صالح وأنا طيب وأنا كويس تمام وأنا أساعدك، كيف تثق فيه؟ فهمتم يا أخوة؟ الآن لو أنت مدير مؤسسة وجاك واحد يريد أن يتوظف عندك، أنت تبحث في السيرة، في سيرته الذاتية، هل هذا الشخص أمين، هل هو لص حرامي سارق كذاب، تبحث تتصل تسأل عنه. طيب إذا جاك جني قال لك أنا أساعدك، كيف تعرف؟ كيف تثق فيه؟ فالمشكلة إنه في بعض الناس يعني للأسف يعتبروا سذج يصدقون الجن، وكثير من الجن يأتي إليك يقول لك أنا من الصالحين وأنا أحببتك في الله وأنا أريد أن أخدمك لله، وهو أصلا يريد أن يضلك عن سبيل الله، لكن لن يفعل ذلك في يوم في يومين ثلاثة، ممكن يفعل ذلك في 10 سنوات 20 سنة، تمام؟ هذه أهداف الجن. كما ممكن يأتيك في العمل واحد يقول لك يا أخي أنا مسكين فقير ساعدني، تساعده وتشغله عندك، بعد 2-3 سنوات يسرق كل المؤسسة ويمشي، صح ولا لا؟ هذا موجود ولا لا من الإنسان؟ طيب الجن مو ممكن يصير هكذا من الجن؟ طيب كيف تثق في الجن هؤلاء؟ لذلك لهذا السبب الأساسي لا يجوز الاستعانة بهم، لأن الاستعانة بهم مدخل شر. فهمتم يا أخوة؟ مدخل شر. ونحن قرأنا التاريخ وقرأنا قصص الإخوة سواء فيما مضى وسواء في عصرنا الحاضر، قرأنا قصص الذين استعانوا بالجن، للأسف هذا الذي حصل معهم. يأتيهم الجن، هم يكونوا على صلاح، يكونوا على طلب علم، يكون في نيتهم خير، يأتيهم الجن يصاحبهم قليلا قليلا قليلا، يقنعهم ويأخذهم بعيدا عن الدين، بعيدا عن طلب العلم، بعيدا عن الاستقامة والطاعات. طيب في موضوع أيضا بعضهم يقول لك أنا استعين بالملائكة. كيف يا أخي تستعين بالملائكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعين بالملائكة، أنت كيف تستعين بالملائكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله له الملائكة من عنده، تمام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة هل دعا الله عز وجل وقال له أرسل إلي ملائكة يساعدونني؟ وكيف أنت تقول يا أخي أنت تستعين بالملائكة؟ طيب من فين جبت الطريقة هذه؟ علمنا الطريقة هذه. يعني إبراهيم عليه السلام طيب عندما جاءه الملك قال لك حاجة، قال أما إليك فلا، أما إلى الله فربي يعلم. لما في الطائف لما أحضر لما جاء ملك الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهاه عن أن يدمر الجبلين فوق بعض، وقال أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده. طيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول أنا أستعين بملائكة، أنا عندي ملائكة تخدمني وتساعدني، ملائكة سورة الرحمن، ملائكة سورة البقرة، ملائكة مدري إيش، ليش الكلام هذا؟ من فين جبته؟ الحقيقة أن هؤلاء كلهم جن يضحكون عليك،
يزعمون أنهم ملائكة، تمام، وليسوا بملائكة، هم جن شياطين يضحكون عليك، وأنت إذا كنت ساذج ستصدق هذا الكلام. فهمتم؟ الخلاصة في هذه المسألة يا أخوة أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، هذه خلاصة. وإذا جاءكم أي جني أو أحد عنده جني وعرض عليك أن يسخر لك الجن يساعدونك، قل له لا نريد يا أخي، جزاك الله خير، بارك الله فيك، هذا باب شر لا نريده. وطيب إيش أسوي؟ أنا ما استعنت بالجن، إيش أسوي؟ سنن الله عز وجل الكونية أن الإنسان بنفسه يستطيع أن يعالج نفسه ويستطيع أن يحل مشاكله. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل التاريخ، في كل السيرة، كم مرة استعان بالجن؟ ها، استعان لم يستعن ولا مرة. طيب أنت ليش تحتاج تستعين؟ الصحابة رضوان الله عليهم، الخلفاء الراشدون، كم مرة يعني يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد بكلمة منه يا أيها الجن المسلمون اقضوا على قريش، ممكن ولا لا؟ طيب لماذا لم يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن هذا خلاف السنن الكونية ولا يمكن أن يحصل مثل هذا. فهذه الخلاصة يا إخوة في هذا الموضوع. طيب نيجي الموضوع الأذكار. طبعا الواحد يقول إيش، طيب أنا أريد أن أتحصن وأقرأ الأذكار ولكنني أمرض، لماذا أنا أقرأ الأذكار وأمرض؟ صح ولا لا يا إخوة؟ لماذا أقرأ الأذكار وأتعرض للعين والحسد؟ أولا، لا يوجد حديث يقول لك إذا قرأت أذكار الصباح والمساء لا يصيبك عين أم حسد، لا يوجد حديث هذا هكذا خاص بالعين والحسد، تمام. كما لدينا من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه سم ولا سحر، هذا حديث مخصص واضح، تمام. أما في العين والحسد وحتى يعني وحتى السحر، لا يوجد حديث يقول لك الذكر أو أذكار الصباح تمنع عنك الحسد والعين. طيب إيش الموجود؟ الموجود أحاديث عامة، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء رضي الله في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، حديث عام. طيب الذكر هذا مثل قولنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء رضي الله في السماء والسميع العليم وغيره من الأذكار عبارة عن دعاء. طيب الدعاء يا إخوة إما أن لا يقبل منك، صح ولا لا؟ أو يقبل. طيب إذا قبل ماذا يحصل؟ إما أن يستجيب الله لك الدعاء كما هو، صح ولا لا؟ طيب إيش الخيار الثاني عندنا؟ ها يا أخوة تحركوا، أيوة، يؤجل إلى وقت مناسب أو إلى الآخرة، تمام، يؤجل هذا الطلب إلى وقت آخر أو إلى الآخرة. طيب إيش عندنا خيار ثالث؟ ها يا أخوة، أي يبدل الخير ويصرف عنه شرا آخر. طيب فهذا هو الدعاء. فلما أنا أقول الأذكار، يعني لما أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا دعاء. الدعاء هذا إذا استجيب فإن الإجابة تأتي في إحدى ثلاث أشكال. طيب إما أن يستجيب الله ويحميني الآن من العين والحسد والشياطين، إما أن يدخره أجرا لي وقت آخر إلى الآخر مثلا، أو يصرف به عني شرا آخر. طيب فلا يأتي أحد يقول والله أنا خلاص دعوت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق خلاص لا يصيبني شيئا، لا، ما في شيء زي كذا، تمام. كذلك عندنا النواقض، مثلا الوضوء يا إخوة لما نتوضأ، طيب هل معناته هذا أنه خلاص أنا أصلي ما في مشكلة، أصلي خمس صلوات بكرة بعده؟ لا، في نواقض عندي وضوء ولا لا؟ طيب الأذكار، أنا قرأت الأذكار وقرأت الفاتحة وقرأت سورة البقرة وقرأت كل شيء، طيب وخرجت من بيتي ذهبت إلى مقهى في تلفزيون وفي أفلام وفي نساء، طيب وفي وأتكلم بالغيبة والنميمة، هذه نواقض للتحصين، المعاصي نواقض للتحصين. طيب الظلم مثلا، لا يصح أن أنا قرأت كل شيء وأخرج وأظلم أحد، أركب ركشة من هنا وأروح ما أدفعله مثلا، طيب ما أنت نقطت التحصين الذي عليك، صحيح ولا لا؟
عندما تقرأ الأذكار ضع في بالك هذه الأشياء، إذا استجيب لك يجب أن تحافظ على التحصين بعدم فعل النواقض، نواقض الأذكار. بالنسبة للمناعة كيف ترفع؟ طيب إذا كانت الأذكار وحدها لا تكفيني لرفع المناعة، طيب ماذا أفعل حتى أرفع مناعتي؟ أولا عندنا الجانب الإيماني، تكثر من الطاعات، تتجنب المعاصي، طيب تكثر من قراءة القرآن، يكون عندك ورد يومي، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، تحافظ على أذكار ما قبل النوم، طيب هذه تحافظ عليها، هذا عندنا الجانب الإيماني. طيب بالإضافة إلى ذلك عندنا جانب بدني، أن أحافظ على جسمي. كيف أحافظ على جسمي؟ يكون جسمي رياضي سليم، الدم عندي يتحرك بسلاسة، أعرف أجري، أعرف أعمل تمارين، هذه أشياء مهمة. بعضهم يظن أنه التحصين فقط جانب إيماني. طيب يا أخوان أنت كل يوم تأكل لحم 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 لحم، كيف وتأتيك أمراض، والواحد يراك ويقول لك هذا يا أخي أكل لحم كثير يعطيك عين، تمام، والدم عندك كله دهون وجالس كده يعني ما تستطيع، أكيد تصيبك جميع الأمراض بما فيها العين والحسد، صح ولا؟ لازم يكون عندنا جسم رياضي، تمام، حتى تكون عندنا مناعة ضد الأمراض الروحية. طيب عندنا يا أخوة موضوع من المواضيع المهمة التي نتكلم عنها، موضوع الطب النبوي. طيب طبعا الطب النبوي تعريفه هو كل ما ورد في الأحاديث والقرآن من أدوية أو أعشاب أو أشياء علاجية. طيب هذه الأدوية عندما تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها قال عنها شفاء لكل داء. طيب هل هذا معناته أنه هذا الدواء مثلا الحبة السوداء، السنة والسنوت، الحليب، اللبن، لبن الإبل يعني، عفوا لبن البقر، طيب والقسط الهندي، هذه أشياء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء، هل هذا يعني أنها شفاء من كل داء أنا لا أحتاج أخذ أي شيء آخر؟ طيب لا، ليش؟ طيب غيره ما هو شفاء من كل داء؟ ها؟ إلا الموت، أيوه طبعا. تكلم العلماء السابقون يا إخوة على هذه المسألة وقالوا أن كل داء هنا عام مخصوص. طيب وأنتم تعرفون العموم والخصوص، طيب فهو عام مخصوص. طيب مخصوص بماذا؟ حسب الدواء. فمثلا ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن الحبة السوداء قال أنه عام لكل مرض ينتج عن البلغم، البلغميات أو رطوبة، تمام. وقالوا عندما قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، يتكلم الله عز وجل عن العسل، قالوا نعرف أن العسل يضر البعض، صح ولا؟ في بعض الناس يضرهم العسل، تمام. فإذا كان العسل يضر البعض فما بالك بهذه الأعشاب. فالحديث عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لكل داء مقصود منه عام مخصوص ببعض الأمراض أو ببعض الحالات. طيب كيف عرفنا؟ عرفنا بالتجربة، وعرفنا أيضا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الحبة السوداء شفاء لكل داء، كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص لا تأخذوا شيء آخر، صح ولا؟ املأوا بيوتكم بالحبة السوداء والقسط الهندي والسنة والسنوات وخلاص، ويعني هذا يكفي، لا يحتاج نصنع مصانع أدوية، لا يحتاج تذهبون إلى أطباء ولا أي شيء، صح ولا؟ فهذا الفهم أنه عام لكل الأمراض هذا فهم مخالف للنصوص وفهم مخالف للعقل والتجربة. طيب فإذا الحديث هذه عام مخصوص. بالنسبة للثواب، الآن بعض الإخوة يريد أن يتعالج بهذه الأعشاب عشان يعني يناله الثواب والأجر. طيب يا أخي هل الطب النبوي يعني تؤجر عليه؟ بعضهم يقول لك أريد أن أتحجم. لماذا تريد أن تتحجم؟ ما هي المشكلة التي لديك؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجم. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجم لأنه كانت عنده مشكلة. طيب أنت لماذا تريد أن تتحجم؟ لا أنا أتبع السنة. يا أخي السنة هناك أمور عادية، عادات، هناك أمور جبلة، وأنتم طلاب علم تعرفون الأصول،
طيب ليس كل شيء عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤجر على متابعته. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام، هل أنا أجر لأنني أنام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب فالتداوي الذي هو من التطبب يعني العلماء لم يجعلوه في باب المتابعة المؤجر عليها أو التي تؤجر عليها. طيب طيب واحد يقول الكمال هو في الهدي النبوي، نقول الكمال نعم الكمال لا نختلف في ذلك. طيب لكن لا أقول أن أعمل هذا الشيء، أنا ما عندي مشكلة وأعمل هذا الشيء أخذ الحبة السوداء عشانها أؤجر على ذلك، ما في أحد قال هكذا، فهمتم؟ طيب من المشاكل الحاصلة من المعاصرين تجد في مراكز كثيرة يقول لك معالج بالطب النبوي. طيب يا أخي أنت كيف تعالج بالطب النبوي؟ يقول لك يا أخي تيجي أنت في الصباح تأخذ ملعقة حبة سوداء. طيب طيب يا أخي الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تأخذ كل صباح ملعقة؟ لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا الموت، هذا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا نأخذها حبوب، نأخذها مطحون، نأخذها زيت، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تأخذ ملعقة ولا تأخذ نص ملعقة، تأخذ مرة في اليوم، هذه كلها من اجتهاداتنا نحن، تمام، من اجتهادات المعالجين، لا ندعي أن هذا من الطب النبوي، هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. الذي جاء في كتب الأحاديث الذي ثبت من الأحاديث هذا هو الطب النبوي، أما عملنا الذي ليس له نص هذا من اجتهادنا نحن، لا نسميه طب نبوي. للأسف في كثير من الناس يعني بعضهم بحسن نية وجهل، وبعضهم حتى يستغل طيبة الناس، يقول لك أنا أعالج بالطب النبوي، تعال. طيب إيش أنت إيش عندك؟ يقول لك أنا عندي العسل الفلاني، عسل الزعتر للمرض الفلاني، عسل السدر للمرض الفلاني، وعسل المدري إيش، وعندك السنة لهذا المرض، وعندك خل التفاح لهذا المرض. طيب هذه صحيح كلها أشياء وردت في الطب النبوي، لكن أنت الكلام الذي تقوله هل هذا موجود من الأحاديث ولا هذا من اجتهادك أنت؟ من اجتهاد المعالجين، صح ولا لا؟ فلا يصح تسمية هذا بالطب النبوي. طيب نتكلم سريعا على أخطاء شائعة عند كثير من الناس بسببها تقع لهم الأمراض. طيب أولا عندنا مشكلة الغذاء، نحن لا نهتم بغذائنا بشكل صحيح. المقدار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ببطنه، حسب ابن آدم لقيمات تقيمنا صلبه. طيب وفي الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان لابد فثلث، نعم، وثلث. طيب أما نحن ماذا نعمل؟ كله للطعام، كله للطعام، يقول لك الأكسجين يجي بعدين مو مشكلة، صح؟ كيف؟ هذا خطأ. طيب هذا مسبب لي أمراض، أنا خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فهذا إيش يسبب لي أمراض؟ التوقيت، الإنسان بطبعه من منذ آدم عليه السلام متعود أن يأكل في الصباح وفي الظهر وبعد المغرب. طيب نحن الآن في الصباح نائمون، وقت الغداء نفطر، طيب ووقت العشاء نتغدى، وفي الليل الساعة 11 12 نتعشى، صح ولا لا؟ طيب هذا خلاف آلية الجسم الذي خلقه الله لك، ستمرض أم لم تمرض؟ ستمرض أكيد. التوازن عندنا الآن، عندما تأكل غذاء، طيب أنا قررت أكل غذاء، طيب قررت أكل 7 تمرات كل يوم، فطور 7 تمرات، غدا 7 تمرات، عشاء 7 تمرات. طيب ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطب مع البطيخ، لأن الرطب حار والبطيخ بارد. طيب فخطأ أيضا أن أكل نوع واحد، يجب أن أنوع، والتنويع هذا يعني مثلا أنا أكلت شيء فيه دهون لازم أكل شيء يحرق هذه الدهون. طيب أكلت شيء مثلا حار مثل التمر أخذ شيء بارد أو رطب مثل الحليب مثل عصائر، طيب مثل بطيخ، تمام. يجب أن أدخل جسمي شيء موزون،
تمام. كذلك التوازن في السعرات، أنا طول وقتي جالس هكذا لا ينفع أذهب وأكل غذاء به سعرات عالية، إذا أكل سعرات عالية احرق احرق هذه السعرات، تحرك اعمل رياضة اخرج امشي تمام. أما أنك يعني تأكل فقط تأكل تأكل وأنت لا تتحرك ما ينفع، فكل بقدر حركتك تمام. تريد تشتهي الطعام وتحب الأكل كل وعمل رياضة ما في مشكلة تمام. طيب عندنا من الأخطاء أيضا في السلوكيات عندنا موضوع النوم. طبعا أنتم تعرفون كيف ننام الآن، نسهر في الليل، ننام متأخرين، نستيقظ الفجر ونحن سكارى طيب، ونصلي والذي لا يستيقظ لا يستيقظ، وبعد الصلاة نرجع ننام مرة أخرى تمام، ولا لا توجد قيلولة طبعا. هذا كله من السلوكيات الخاطئة التي تسبب المرض. طيب عندنا قلة الحركة، الحركة أيضا لا نتحرك كثيرا، مشوار قريب تأخذ سيارة تأخذ يعني ما ركشة ولا أي حاجة. طيب عندنا أيضا مشكلة اللامبالاة، لا أصبح لنا نبالي بالأشياء، يعني نسمع هذا الكلام طيب وكأننا لم نسمع ولا نطبق. طيب أنت يا أخي إذا لم تهتم بنفسك من سيهتم بك؟ أمك جزاها الله خير خلاص نحن الآن كبار صح ولا تمام. يجب أن تهتم لنفسك طيب، يجب أن تبالي بنفسك وبعائلتك. طيب كذلك المعاصي والظلم، هذه أيضا أخطاء سلوكية تسبب أمراض للإنسان. عندنا كذلك أخطاء في الإدارة، يعني بعض الناس لا يهتم بالأولويات، أولوياته متغيرة، أو عندما يدير الأمور لديه، يعني مثلا عندك غدا عندك اختبار طيب هل الأولوية للاختبار أم الأولوية أن أخرج مع أصدقائي أتعشى؟ الأولوية اختبار طبعا صح ولا لا؟ طيب إذا ذهبت تتعشى تنجح في الاختبار؟ طيب كيف تريد أن تنجح؟ تمام؟ إدارة الأوقات كذلك عندنا مشكلة أيضا في فهم الأوقات، ما هو المهم ما هو الأهم، يعني عندنا الأولويات في الأشياء عندنا الأولويات في الأوقات. الأموال الآن يعني الإنسان يأتي في أشياء أساسيات يجب أن يصرف عليها لا يعطيها الأهمية ويصرف على كماليات صح ولا لا؟ وفي عندك إسراف في بعض الأمور، في بعض الناس كل شيء يأخذ ديون 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 طيب حتى يهلك بهذه الديون. في بعض الناس يدخل تجارات فاشلة، واحد قال له يا أخي افتح مطعم ويمشي كويس، على طول سمع راح فتح مطعم وبعدين حصل ما في زبائن أو التكاليف عالية وقفل. طيب هذه الأخطاء يا إخوة كلها تسبب لنا تسبب أمراض، تسبب خسارة، تسبب يعني. طيب الآن البشر المسلمون الآن عندما يقعون في هذه الأخطاء تمام ويمرض أو يخسر إيش يقول لك؟ ها يقول أنا معيون، أنا محسود، حسد للناس، أعطوني عين. يا أخي أنت الذي أخطأت. طيب لا ترمي يعني لا ترم غيرك على خطأك أنت. طيب يقول لك والله ما أدري يا أخي، أنا كل ما أفتح تجارة أقفل، كل ما تجيني فلوس أخسر، كل ما يعني أنتهي من مرض وعالج مرض يأتيني مرض جديد. طيب أنت الذي تجلب هذا لنفسك. صحيح في عين وحسد وفي سحر، نعم هناك موجود وهم يؤثرون على مرضك، يؤثرون على جدولك، يؤثرون على أعمالك، لكن ليس كل شيء، في عندنا أشياء أخرى يجب أن تنتبه لها. فهذه نقطة أيضا مهمة إيش يجب أن نضعها، يعني حتى عندما يأتيك المريض إذا تريد تعالج يجب أن تفهم من المريض ماذا حصل. واحد جاء قال لك أنا يا أخي لا يعني كل ما أدخل تجارة أخسر، طيب افهم منه أنت كيف ليش السبب، إيش المشكلة عندك فهمني. طبعا عندنا آلية التشخيص للأمراض الروحية هذه سنعرفها طيب، لكن أيضا يجب أن تصلح له النظام الذي هو يمشي فيه. طيب هناك بعض التنبيهات للفقهاء وطلاب العلم
هذه أيضا من المهم أنكم كطلاب علم تستفيدوا من هذه الفوائد. أولا التفريق بين الشرع والخبرة. يعني مثلا إذا جاءك واحد قال لك هل يمكن أن أخذ ركشة وأمشي بها إلى إندونيسيا؟ هل يمكن؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ أنت عندما تقول لا يمكن وهو يعرف أنك شيخ ممكن يظن أنك تقصد أن هذا حرام، تمام؟ فيظن أنه حرام عليه أنه يركب ركشة ويذهب إلى إندونيسيا من هنا. طيب، فيجب أن توضح له أن أنا صحيح أنا طالب علم أو أنا شيخ أو عالم، تمام، لكن هذه الفتوى التي أخبرك بها هذه نتيجة خبرتي وعلمي بالحياة وليس أمرا متعلقا بالشريعة. يجب أن توضح له ذلك حتى لا يلتبس عليه. فهمتم يا أخوة؟ لأنه العامي يظن أن كل ما يتكلم به العالم أو طالب العلم كله شريعة، تمام؟ المشكلة فين؟ يعني مثلا الآن أنت قلت لا يمكن أن تسافر بالركشة من الخرطوم إلى إندونيسيا، طيب مثلا بعد 400 سنة بعد 500 سنة صار عندنا ركشة بجناح وتطير، تمام، وقتها يجوز، صح ولا لا؟ يأتيك الواحد لا 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 هؤلاء قبل 300 سنة حرموا ذلك، ما يجوز، خلاص. فهمتم؟ هذه المشكلة التي تحصل. فطبعا هذا مثال يعني بعيد، نحن نتكلم مثلا عن في الأمور الطبية. طيب عندما تأتي بعض الأسئلة بعض العلماء يفتون بخبرتهم وبعلمهم وليس من ناحية شرعية. طيب يعني مثلا على سبيل المثال خاصة فيما يتعارض مع الطب الغربي، في سؤال لأحد المشايخ هل يجوز وضع العسل على السرة قبل النوم؟ هذا موجود في الطب الصيني. طيب العالم قال لا يجوز. طيب هذا لا يجوز شرعا ولا خبرة ولا دنيويا طبا؟ شرعا ما في، طبعا ما في دليل شرعي، فهذا من خبرتك. طيب يا أخي إذا بعد سنة بعد سنتين اكتشفوا الأطباء أو اكتشف الجهات المعنية اكتشفت إنه هذا الأمر له فائدة، سيأتي من يطبقه يقول لا لا خلاص الشيخ قال لا يجوز. فهمتم؟ فيجب أن نفرق بين الأمور الشرعية والأمور الدنيوية عندما نتكلم عند العامة، تبين له أنا أقول هذا الرأي بناء على خبرتي وليس على أمر شرعي. كذلك عندما تكلمنا أمس على الطب الأصيل والمذاهب الأخرى كما قلت لكم يجب أن يعني نتعامل معها بإنصاف، لا أميل إلى مذهب دون مذهب آخر كعالم أو كطالب شريعة. طيب يجب أن أسمع من هذا بالتفصيل وأسمع من هذا بالتفصيل وأكون منصف. أما أن أقول والله خلاص لا هو الطب الغربي هو يعني من يحمل راية الطب الآن وكل ما يقوله الطب الغربي هو صحيح والباقون كلهم خطأ في خطأ، لا، أنت لماذا ملت إلى هؤلاء؟ أيضا المذاهب الطبية الأخرى فيها مسلمون عدول عاقلون فاهمون، طيب يجب أن تسمع منهم. كذلك من التنبيهات المهمة خاصة لطلاب العلم أن الطب علم تجريبي، بمعنى أنه لا ينفع أن تفتح كتاب وتقرأ فيه بعض الأمور الطبية ثم تجتهد من عندك وتستخرج يعني كلام. يفعل مثل هذا بعض إيش؟ بعض الذين يتكلمون في الحجامة، قرأ كلام ابن القيم ثم قرأ كلام ابن سينا ثم قرأ كلام فلان وعلان وبعدين يقول والراجح عندي أن الحجامة يجب أن تكون هكذا في الساعة الفلانية. ترجح من فين؟ هذه ليست مسألة فقهية، هذا ليست حكم عبادة ولا حكم ركوب سيارة ولا حكم شرعي. طيب هذا طب، الطب تجريبي، أنت تجرب وتقول إذا أنت جربت وقلت نعم أنا جربت الصباح في الساعة الفلانية الحجامة وجدتها مفيدة، جربت العشبة الفلانية وجدتها مفيدة، ممكن وقتها تفضل وقتها ممكن تتكلم تقول إيش إنه أنا وجدتها مفيدة. أما أن تقرأ الكتب مثل ما تفعل مع الأحكام الشرعية
ثم تقول ترجح لي، هذا ما ينفع في الطب. طيب انتهينا من أغلب المشاكل والأمور التي تتعلق بالأمراض الروحية. بقيت لدينا أمراض أخرى يجب أن نفهم عنها قليلا. عندنا مثلا موضوع القرين. القرين يا إخوة كل واحد عنده قرينان، صح ولا لا؟ قرين خير وقرين سوء. طيب قال بعض أهل الرقية أن القرين السوء ممكن يخرج عن دوره وعن الأمور التي وكلت إليه، ويصبح يتعامل معك مثل المس. طيب طبعا اختلف بعض الناس، قال بعضهم لا هذا لا يمكن. الذي تكلم وقال يمكن هو قال عن تجربة. طيب وليس فقط تجربة، وإنما أوجد علاجات لهذه المسألة، تمام؟ فنفهم أنه في عندنا مرض اللي هو إيش؟ القرين. المشاعر السلبية ذكرتها لكم، الخوف الشديد، الفرح الشديد، الحزن الشديد، القلق الشديد. طيب هذه كلها مشاعر سلبية. الطب الصيني عنده 5 مشاعر سلبية. هذه المشاعر أيضا تسبب كما قلت لكم دخول الجن. تكلمنا أيضا عن الوراثة، وتكلمنا أيضا عن المعاصي أنها أيضا مصدر للإصابة بالأمراض الروحية. طيب أستاذ بس أشرب موية لينو. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. الأخوة هناك في الخلف واضح معاكم، وتيجوا هنا في مكان، مكان بالعربي طبعا مو بالملاوية. طيب تحبوا تيجوا هنا في مكان موجود، الله يحييكم. طيب نكمل معا. الآن يا أخوة ندخل إلى التطبيق. احنا الكلام كله من امس احنا نتكلم، تمام؟ تنظير. ندخل الان الى التطبيق. عندنا موضوع اسمه موضوع النبض. طيب ايش النبض هذا؟ النبض هو انقباض وانبساط القلب، هذه نسميها نبضة. طيب لما يقول لك ايش دق 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 دق، هذا ايش؟ نبض، تمام؟ طيب النبض هذا له عدة مواقع في جسم الإنسان تعرف منها النبض. أشهر موضع نعرفه هو الذي هنا تحت الإبهام. طيب عندما تضع أصابعك هنا تحت الإبهام، طيب ستحس بالنبض، تمام؟ هذا النبض جعله الله من إحدى الأشياء التي تبين لك جسم الإنسان، يعني اعتبره مثل الشاشة. كيف الشاشة شاشة الأشعة أو شاشة الأجهزة تبين لك كل شيء، النبض هذا مثل الشاشة. النبض هذا يبين لك أشياء كثيرة جدا في جسم الإنسان. الطب الأصيل يعتمد في تشخيصه على هذا النبض. طيب من هذا النبض يعرف أين المشكلة في الجسم، مشكلة في الرأس، في القلب، في الصدر، في الكبد. ما يحتاج يجيب لك أشعة، ما يحتاج يقص بطنك عشان يفكه يشوف، ما يحتاج يدخلك منظار، ما يحتاج. حتى عندك انسداد في الشرايين من النبض يعرف، عندك تضخم في القلب من النبض يعرف. طيب عندك مشكلة في القدمين، في الشعر، في الكبد، كله يعرف من النبض. هذا موجود في الطب الأصيل، في الطب الصيني، في الطب اليوناني، في الطب الهندي، تمام؟ و الأماكن النبض عندنا تقريبا 9 أماكن مكررة، تمام؟ يعني في الجهتين، يعني تقريبا 18 مكان أو 14 مكان، يعني هكذا، لأنه في بعضها غير مكررة اللي هي في النص. فغالبا تقريبا عندنا هذه 9 الأماكن كلها ممكن تحس فيها بالنبض. لكن كما قلت لكم أشهر الأماكن في التطبيب هي الموجودة في الرزق تحت الإبهام. هذا الإبهام تحت هنا مباشرة يكون إيش؟ عندي النبض. طيب الآن ما هي الطريقة
في التشخيص. عندنا تشخيص متعلق بالطب الأصيل، يعني بالطب الصيني والطب اليوناني، هذا لن ندرسه، هذا موضوع آخر. تمام، كيف تعرف أن المشكلة عندك في القلب في الكبد كما أخبرتكم، هذا موضوع آخر لن ندرسه الآن. تمام، نتكلم عن كيف أشخص الأمراض الروحية. تمام، عندما يأتيني مريض، طيب أطلب منه أن يجلس باسترخاء، إذا كان أتى جريا أو أتى يطلع سلالم إلى فوق أقول له لا استريح استريح استرخي. بعد ما يسترخي أقول له امسك النبض. طبعا هو يعني حتى يمسك النبض ممكن يمسك بإبهامه هكذا، تمام، أو ممكن يمسك بالأصابع. طيب لكن إذا كان غيره يمسك النبض، أنت أو أحد الأخوة معه أو مساعدك، تمام، فلا تمسك بإبهامك لأن إبهامك يحوي نبضك أنت، تمام، فتمسك بأصابعك هكذا. طيب طيب الآن أنت مسكت نبضه أو هو مسك نبضه، تقول هذا هو النبض العادي، تمام، مع القراءة قد يحصل تغير في هذا النبض. تغير مثل ماذا؟ تغير إما في سرعة النبض، طيب إما يسرع أو يبطئ، أو تغير في قوة النبض، يصبح شديد يصبح ضعيف يختفي، أو يتغير المكان، مثلا ينبض هنا ثم يصبح ينبض هنا، أو كان ينبض هنا ثم أصبح ينبض هنا هكذا. هذه كلها طبعا تعرف بالتجربة يا إخوة. طبعا لما تدرس النبض في جامعات الطب الأصيل يعطوك دورة فيها يعني تشوف نبض مئات من الناس حتى تتعود وتفهم. طيب أما نحن هكذا الآن دورة قصيرة صغيرة، أنا أعطيكم الفكرة، وكل واحد يطور نفسه بالتجربة. أنت عندما تجرب نبضك تجرب نبض غيرك، طيب تلاحظ التغيير مع التجربة أكثر من مرة تعرف. تمام، النبض هذا طبعا فيه له عجائب كثيرة. يعني مثلا الآن في بعض الأطباء الذين درسوا الطب اليوناني عن طريق النبض يعرف هل أنت مدخن أم غير مدخن، هل أنت متزوج أم غير متزوج، ما عن طريق النبض. كيف وصل؟ لأنه لاحظ النبض كيف يكون لدى المتزوجين وكيف يكون لدى غير المتزوجين. أكلت بالأمس لحم أم لم تأكل لحم، هذا يعرف بالنبض، بس اللحم يتبين في النبض، نبض اليد اليمين، ماذا أكلت أمس، هذا يتبين في نبض اليد اليمين. في عندنا قصة لداود اللنطاكي، هذا كان أحد الأطباء المشهورين المعروفين وكان ضريرا، فكان يعرف الشخص بالنبض. يعني كان الشريف الذي يحكم مكة ذهب إليه وقالوا له عالج الشريف، وعطوه يد شخص آخر، فمن النبض من نسكة اليد والنبض قال هذا ليس الشريف، فلما أعطاه الشريف يده قام يقبلها مباشرة، عرف من النبض إنه هذا إيش يد الشريف. فالنبض هذا سبحان الله زي الملف الطبي للمريض، هذا هو النبض الذي يزداد فيه خبرة أكثر وأكثر وأكثر. يعني الآن مثلا يا أخوة أنت عندك مشكلة في سيارة، تمام، أنتوا عندكم سيارات في هناك صح؟ في يعني سياراتكم أنتوا تسوقونها، ولا أجيب مثال سيكل ولا موتور موجود. طيب خرب علي الموتور هذا، تمام، أو السيارة، ذهبت إلى ميكانيكي. لو ذهبت إلى ميكانيكي جديد يقول لك والله سيبها اتركها عندي ساعتين ثلاث ساعات يوم يومين حتى أفحص، ما هي المشكلة، صح ولا لا؟ لكن لو أخذتها إلى ميكانيكي عنده خبرة 20 سنة 30 سنة، من الصوت يقول لك هذه فيها مشكلة، صح ولا لا؟ على طول كيف عرف؟ سحر؟ لا ما هو سحر، لكن من التجربة من الخبرة عرف. هكذا علم النبض، من التجربة والخبرة تعرف أشياء كثيرة عن المريض. طيب لما يأتيك المريض يا أخوة كيف تتعامل معه؟ أولا تتواضع. يعني صح أنك تعلمت و
ربنا أعطاك علم ومعرفة، لكن هذا لا يجعلك تتكبر على هذا المريض. تذكر أنك إنسان مثل هذا المريض، تمام؟ ممكن هذا المريض عند الله يكون أشرف منك. فأولاً أول شيء يجب علي أن أتواضع مع المرضى الذين يأتونني. ثانياً أنبه نفسي وأنبه المريض أن الشفاء من عند الله عز وجل، وإنما نحن نأخذ الأسباب. طيب، ثالثاً أذكر المريض وأقول له وأعطيه الأمل والثقة في الله عز وجل، أقول له الأمل موجود. كيف نعرف أن الأمل موجود يا إخوة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما من داء إلا له دواء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فكل الأمراض الموجودة لدينا كلها لها علاج، هذا من رحمة الله عز وجل بنا. طيب، لكن هل يهديك الله إلى هذا العلاج أم لا يهديك؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. فتجعل المريض يجعل أمله كاملا في الله وثقته بالله ويرضى بقضاء الله طبعا. ثانيا تزرع فيه الثقة في نفسه أنك أنت تستطيع أن تعالج نفسك، لأنك إذا أنت لم تزرع فيه الثقة في نفسه ولن يتعالج، خلاص يقول لك أنا ما أستطيع. يجب أن تفهمه يا أخي أنت تستطيع أن تتعالج. انظر إلى الناس الآخرين الذين تعالجوا، انظر تأمل في الأحاديث، تأمل في القرآن، تأمل في قصص السابقين، طيب وقصص المعاصرين، ازرع فيه الثقة أنه يستطيع أن يداوي نفسه ويتعالج، هذا أمر مهم جدا. كذلك ازرع فيه الثقة في نفسك، يعني لو جاءك شخص مريض وهو لا يثق فيك مهما أخبرته لن ينفذ ما قلت له، طيب، فتزرع أيضا الثقة في نفسك، كيف تتقرب إليه أكثر، تفهم منه أكثر، يعني في طرق كثيرة تكسب منها ثقة الناس ومحبتهم، تمام. طيب، مسايرة المريض. الآن بعض المرضى خاصة في موضوع الأمراض الروحية يأتيك وهو مقتنع أنه عنده مشكلة، إذا شخصته وقلت له لا يوجد عندك مشكلة يقول لك أنت ما تفهم شيء ويمشي، صح ولا لا؟ طيب أنا إيش دوري؟ إيش الفائدة؟ أنا أريد أفيده، أريد أعالجه. أنا ممكن أقول خلاص هو أعطاني فلوسي وهذا ومشي، صدق ما لم يصدق، خلاص أنا ما عندي مشكلة، صح ولا لا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب أنا لازم أفيده، كيف أفيده؟ أسايره في أوهامه، أمشي معه. طيب إن شاء الله أنت عندك جن، خلاص إن شاء الله أنت تشفى من هذا الجن بإذن الله، تتعالج إن شاء الله من هذا الجن، لكن امشي أولا في الخطوات التي أخبرك بها وبعدين إن شاء الله نتخلص من هذا الجن. في قصة يقول لك في واحد كان يشك دائما أنه عنده ذبابة في أذنه، فذهب إلى عدة أطباء كلهم يكشفوا داخل الأذن ما في شيء، يقول له ما في شيء، يخرج من عند الطبيب يقول هذا طبيب جاهل، هذا طبيب ما يرى، هذا طبيب أعمى لا يفهم. حتى ذهب إلى الطبيب، فالطبيب هذا علم القصة وقال له أنا ذهبت للطبيب وفلان وذهب كلهم لا يحسون بالذباب التي في أذني. طيب، فهذا ماذا فعل الطبيب؟ قال نعم عندك ذبابة في أذنك واضحة، تعال لي في اليوم الفلاني عشان نعمل لك عملية. هذا المريض فرح، تمام، هذا الطبيب الذي يفهم، تمام. جاء يوم العملية قال له خلاص انت نام على السرير، وقام يعني يدخل الملقط في الأذن يلعب هكذا، وكان خبأ صحنا به ذباب ميتة، تمام. بعدين طبعا المريض ما يقدر يشوف كذا وأذنه إيه، خلاص هو يعلم إيش إن الطبيب. بعدين طلع وراء الصحن قال له شوف الذباب هذه خرجتها. طيب هنا المريض شوف يا من الوهم، اقتنع انه في ذبابه خرجت خلاص، والان هو ايش اصبح كويس. فلما ياتيك مريض سواء اخوك سواء صديقك او سواء من المرضى الذين ياتونك في العياده، تمام، حتى تعالجهم يجب ان تسايرهم. فهمت علي؟ يجب ان تزرع فيهم الثقه في نفسك، طيب، ويعني تفعل الشيء المناسب حتى يتعالج. لأنه يا إخوة كما قلت لكم يعني مسألة العلاجات ليست مسألة
أن والله أنا أخذ فلوس واللي صار صار خلاص، اللي يأخذ الدواء يأخذ، اللي ما أخذ ما يأخذ. لا أنت يعني لا، لأن المسلمون ليس هكذا، هذه حياة مادية. طيب واحد جاني أريد أن أرى أثر علاجي عليه، طيب أريد أن أكسب ثواب علاجه، طيب فأحرص على أن أسايره حتى يتعالج إن شاء الله بإذن الله. أيضا من الأشياء المهمة أنك تكتم أسراره. يأتيك مريض عنده أسرار، سواء هذا مرض مثلا يكون من أسرار عنده، لا يريد أن يعني أحد يعرف أنه كان معيون، كان محسود، كان مسحور مثلا. ممكن يقول لك تفاصيل، والله هذا السحر أثر فيها، بيني وبين زوجتي حصل كذا وكذا وكذا، طيب حصل بيني وبين والدي كذا كذا. هذه كلها أسرار، من الأمانة عليك أن تكتم هذه الأسرار، ما تخبر بها أحد. كذلك عليك أن تراعي الحالة المادية. يعني شخص لا يستطيع أن يدفع، خلاص أنت تقول له يعني أنت لا تخسر شيء، بل تكسب الثواب من الله، لكن لا تكون جشعا إما تدفع إما لا أعالج، ما يصير هذا. كذلك لا تعالج إلا بما تعرف. أنت تعلمت المعالجة، عالج. لا تستطيع لا تعرف، قل لا أعرف، لكن لا تتفلسف من عندك. يعني يجيك واحد مش عنده مشكلة في البطن، أنت اتخذت السبل التي تعرفها وخلاص لم تنفع معه، طيب ما يصير لا خلينا نجرب حاجة ثانية. هذا طب، التجريب مع المريض قد يؤدي به للتهلكة. فقل له خلاص أنا ما أعرف، أنا الذي أعرفه أنا فعلت، أكثر من كذا أنا لا أعرف. أو ممكن تقول له والله ممكن لو جربت هذا من عندي، ما يعني تجربة وليس علاج. طيب لكن أما أنت يعني هو جاءك يعني استأمنك على نفسه، فأنت تعالجه بما تعرف. طيب كذلك في عندنا مفاتيح مهمة في علم الرقية والعلاجات. الأشياء المجربة، المجربات كلها علم ظني لا أستطيع أن أجزم بها، إلا لو يعني أصبحت من المسلمات بعد تجارب كثيرة، تمام. غير ذلك أنا أعتبره علم ظني، ممكن تفيد ممكن ما تفيد، ممكن تفيد مع بعض الحالات ممكن ما تفيد مع بعض الحالات. الأعداد، أعداد التكرار اجتهادية وليست شرعية. يعني لما أنا آتي أقول مثلا اقرأ الفاتحة 40 مرة، اقرأها 100 مرة، اقرأها 200 مرة، طيب اقرأ الإخلاص 50 مرة، المعوذتين اقرأها 7 مرات أو 50 مرة، هذه أعداد اجتهادية ليست من الشرع. طيب على أي أساس اجتهادية؟ من تجربتي أنا، جربت مع واحد قرأ المعوذتين 50 مرة كل يوم وشفي. طيب جربت اجتهد في هذا الأمر وأصبحت الأعداد إيش؟ اجتهادية. الترتيب في العلاج، عندنا يجب أن نرتب في العلاج. طبعا كما قلت لكم عندنا الأمراض الأساسية هي إيش؟ عين، حسد، سحر. أحاول أن أخلص المريض أولا من العيون، ثم الحسد، ثم السحر، إلا إذا كان السحر عليه قويا جدا فهنا أبدأ بالسحر مباشرة. لكن إذا لم يكن السحر قويا أنا أبدأ بالعيون ثم الحسد ثم السحر. في بعض الحالات الصعبة بالذات الناس الموجودين في المستشفيات في العناية المركزة، لما تشخصه يجب أن تعطيه العلاج بسرعة وإلا ممكن يموت. وهذا حصلت معايا في حادثتين عندي عشتها. أنا يعني تذهب المستشفى تقرأ على الشخص تقول له اعمل كذا وكذا وكذا، طيب إذا لم يعمل ممكن خلال 24 ساعة يموت، لأن الجن عرف إنك إيش، عرفت المشكلة، فحتى لا يتعالج المريض يقتله، تمام. فيجب في الحالات الصعبة أنك تسرع في العلاج. مثل ما قلت أولا سابقا أنه لا تتكلم مع الجن، عدم التفاعل، عدم الالتفات إلى تفاعل الجن، مهما يقول الجن أنت أترك الجن، ركز على النبض. طيب من الأشياء المهمة يا إخوة هي النية. النية
مهمة جدا. أنت لماذا تريد أن تعالج؟ تريد أن تكسب الأجر والثواب، في نفس الوقت تريد أن تسعد هذا الإنسان بأن يتعالج، طيب، وفي نفس الوقت أنا أريد الهداية والرحمة للجميع. من الأشياء المهمة للراقي أن يرقي بنية الهداية والرحمة. من الأخطاء الشائعة يا إخوة أن الرقاء يدخلون إلى الرقية وكأنه نازل حرب، يبحث عن الجني أبي جهل والجني أبو لهب حتى يقتله، تمام؟ لا يا أخي، ليس هكذا. في البداية اهدى، اقرأ بنية الهداية والرحمة حتى لا تؤذيك الجن ولا يؤذوا المريض، طيب، وحتى ممكن يستجيبوا. بعدين تنتقل إلى القتل والحرق والتعذيب والأشياء هذه بعدين في الأخير إذا لم ينفع اللين، لكن في البداية يجب أن تكون نيتك هداية ورحمة. طيب، نيجي عند الجلسة. الجلسة كما قلت لكم يجلس المريض باسترخاء، طيب، خلاص ما في دوشة، بعد عن الجوال، إذا كان جاي مسرع تخليه يهدأ يرتاح شوية. الذي يقيس النبض، المفروض أن الذي يقيس النبض هو شخص متخصص في النبض حتى يلاحظ التغير. لكن مثلا ما عندك شخص متخصص بالنبض، أنت لست متخصصا ولا يوجد عندك من هو متخصص بالنبض، اطلب من المريض نفسه أن يقيس نبضه بنفسه. قل له يا أخي ضع إبهامك أو ضع أصابعك على النبض، تمام، وشوف. طبعا المسكة يجب أن لا تكون بضغط شديد، إذا ضغط ضغط شديد، طيب، لا، لن يتبين معك الفرق. لا، أنت تمسك النبض هكذا وتنزل، تنزل قليلا قليلا حتى تحس بالنبض، تمام، وتثبت يدك. تطلب من المريض نفس الشيء، ممكن مع المريض أصدقائه، طيب، كل الأصدقاء واحد يمسك في اليمين واحد يمسك في اليسار، تمام. إذا استطعت أن تحضر عندك مساعدين متخصصين في هذا الأمر يكون أحسن. أثناء القراءة أنت لو مسكت النبض ممكن يعني تحصل لك لخبطة مع الصوت ومع مسكة النبض، لكن لو أنت تمرست ممكن أنت بنفسك تمسك النبض وتشوف. تقيد وتسجل طبعا في الورقة، ستقيد عندك ورقة خاصة بالمريض، عند ماذا تغير النبض، تغير عند آيات العين، تغير عند آيات الحسد، تغير عند آيات السحر، في العين ما هي الأنواع، في السحر ما هي الأنواع، وهكذا كل شيء يتم تقييده. عندك في تشخيص عام ثم تشخيص خاص، يعني في رقية عامة تتخلص فيها، يعني مثلا العين، طيب، في العين تنتهي من العيون العامة الكثيرة، عيون الأقارب، عيون الأصدقاء، طيب، أشياء عامة، تمام، ثم تنتقل إلى التشخيص الخاص الذي هو تصل إلى الشخص العائن الفرد، طيب، من هو الذي أعطى العين للمعيون. طبعا كما تكلمنا في الشريحة السابقة، نية الهداية والرحمة هذه تكون ملازمة لك أثناء الرقية. طيب، مثلا النبض عندي تغير وأريد أن أعيده إلى حالته الطبيعية، تمام، ماذا أفعل؟ أقول للمريض قل لا إله إلا الله 10 مرات. يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تمام. فإذا المريض قال لا إله إلا الله يعود النبض والقلب يطمئن ويعود النبض إلى طبيعته. فأي وقت أريد أن أعيد النبض إلى الطبيعة أقول للمريض كرر لا إله إلا الله 5 مرات 10 مرات 20 مرة حتى يعود النبض إلى طبيعته. طيب، أحيانا يكون في عدم استقرار في النبض، يعني ما أفهم، لا أستطيع أن أشخص، طيب، أعطي المريض برنامج لمدة أسبوع، أقول له إما أنك تعطيه بنفسك أو تقول له يعمل هذا بنفسه، تعطيه ماء مقروء عليه، تقول له يغتسل من هذا الماء ويشرب من هذا الماء، تقول له مثلا خذ زيت زيتون، اقرأ على زيت زيتون واشرب منه كل يوم. في التشخيص العام سأشرح لكم طريقة للتخلص من معظم العيون، هذه الطريقة تعطيه أيضا يذهب يطبقها، تمام. بعد كذا يأتيك بعد ما ينتهي بعد أسبوع
تقريبا من إجراء هذه الأشياء. طيب ننتقل إلى التشخيص. أولا في التشخيص طبعا تقرأ سورة الفاتحة. أشرح لكم أول شيء في الشريحة إيش الآيات اللي ممكن نشخص عن طريقها. في عندنا سورة الفاتحة، في عندنا آيات العين، في عندنا آيات الحسد، وفي آيات السحر، وفي آيات المشاعر، وفي آيات المس، وفي آيات القرين، وفي آيات المساكن. هذه الآيات الخاصة بالتشخيص، وممكن في غيرها آيات كثيرة لأمور أخرى. نحن نركز إيش على الأشياء التي منتشرة ومشتهرة عند الناس. آيات العين مثل ماذا؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، فيها عين جارية، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرجع البصر هل ترى من فطور. آيات كثيرة، أنت لو كتبت في النت آيات العين تطلع لك آيات كثيرة. آيات الحسد نفس الشيء، ومن شر حاسد إذا حسد، حسد من عند أنفسهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آيات السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين، أفسحر هذا وأنتم لا تبصرون، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. آيات المشاعر، طبعا حسب المشاعر في الكتاب مصنف المشاعر، مثلا الخوف، لا تخف إنك أنت الأعلى، ولا يخاف عقباها، وآمنهم من خوف مثلا. الحزن، لا تحزن إن الله معنا. طيب ولما ذهب عن موسى الغضب، هذا الغضب. طيب فهذه كلها آيات مشاعر موجودة. آيات المس مثل الذين يكون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان المس، أو كلمة الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، طيب وما خلقت الجن، الجن تكرر الجن فتعطيك ليش التشخيص بالجن. آيات القرين، قال قرينه مثلا. آيات المساكن مثل وسكنتم في مساكن، طيب هذه آيات، وغيرها أمراض أخرى تجد لها آيات في القرآن. طبعا إذا عجزت عن إيجاد آيات ممكن تقول الكلمة بنفسك. طيب تقول عين 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 عين، حسد 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 حسد، سحر سحر، يتغير معك النبض. طيب في بعض الرقاة قالوا ممكن تضيف إلى هذه الآيات آيات التبيين، إذا ما تبين معك الشيء تقرأ آيات التبيين. مثل ماذا آيات التبيين؟ إذا جاء نصر الله وفتح، مثل الآيات التي فيها فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من كذلك من آيات التبيين التي فيها البيان، قالت من أنباك هذا، قال نباني العليم الخبير. طيب هذه آيات قيل أنها مناسبة، إذا تعسر عليك الفهم تقرأ آيات التبيين ثم تعيد آيات التشخيص. طيب الآن ننتقل إلى تطبيق طبيعي، تطبيق عملي. طيب أريد منكم يا إخوة هذه اليد اليسار، طبعا عندكم اليد اليسار الثانية تذكير بس، اليد اليسار تمسكون النبض في يدكم اليسار، أيوة تحت هنا، أيوة لا أيوة هنا، نعم كلكم تحسون بالنبض. مين مو حاسس؟ كلكم حاسين؟ طيب أولا اليد لا ترفعوها هكذا، نزلوها بحيث تكونوا مرتاحين. طيب ثانيا الآن اعتبروا هذا النبض هو الطبيعي. طيب الآن أنا سأقرأ شوية آيات. طيب ما يحتاج، ما في أحد ينصرع ولا أحد لا تخافوا يعني ها. طيب مع هذه الآيات أريدك تركز، هل النبض عندك يتغير أم لا يتغير؟ تمام مفهوم يا جماعة؟ طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين،
تسر الناظرين 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 فيها عين جارية فيها عين 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 جارية ومن شر حاسد إذا حسد 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 إيش حسيتوا يا أخوة في حسد خاف مع إيش مع الحسد يعني هذه علامة إنك محسود ها مين غيره تسرون ناظرين عندك هذه علامة عين عين إعجاب تمام مين غيره يا أخوة تكلم يا أخوة عادي ما في مشكلة ما حصل شيء طيب الحمد لله الحمد لله تمام ها هناك في أحد حصل معه تغير ما مشكلة تكلم يا أخوة طيب أنتم الآن فهمتم الفكرة صح ولا لا فهمتم الفكرة هذه الفكرة الفكرة تحتاج منك إلى ممارسة وتعود ممكن أول مرة لا تستطيع تمام لكن عندما تبدأ تجرب وتجرب وتطبق 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 ستفهم أكثر 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 في النبض وتحس بالتغير الذي يحصل في النبض ولما تجرب مع أكثر من شخص ستعرف إيش الفرق الذي يحصل مع النبض فهذه هي فكرة التشخيص عن طريق النبض فهمتم؟ في حد مفاهم؟ كلكم فاهمين؟ الحمد لله طيب ننتقل إلى علاج العين والحسد علاج العين والحسد عندنا عدة طرق للعلاج أولا العلاج بالأثر كما قلنا بالأمس الحديث الذي فيه عامر بن ربيع رضي الله عنه أعطى عين لسهل بن حنيف رضي الله عنه طيب هذه العين كانت عين إعجاب وقلنا عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأثر وقلنا هذا العلاج كان علاج عربي موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم طيب حتى أعالج بالأثر يتعين علي أن أعين العائن من العائن يعني في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتهمون من فقالوا له عامر رضي الله عنه طيب كيف أعين العائن كيف أعرف العائن تمام عندي عدة طرق الطريقة الأولى هي طريقة النبض النبض أنا ممكن أحدد الجنس وأحدد المجموعة وأحدد الفرد كيف أولا بالنسبة للجنس مثلا أكرر عين من الإنس عين من الإنس عين من الإنس عين من الحيوان عين من حيوان عين من حيوان عين من الجن عين من الجن عين من الجن هكذا النبض أشوف يتغير فين طيب يتغير مع إنسان أو مع جن أو مع حيوان طيب في البداية لا يلزم مني التعيين لأنه غالبا يعني 99% تكون معيون من إنسان طيب فلا يلزم مني معرفة الجنس في البداية لكن عن طريق النبض والتكرار أنا ممكن أعرف من الذي أعطاك العين جنس الشخص المجموعة مثلا أكرر عين الأقارب عين الأقارب عين الأقارب عين الأقارب عين الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء مثلا عين الجيران أكرر الجيران عين الجيران الجيران يتغير إيش إذا تغير النبض عرفت من العين من إيش المجموعة اللي جت منها العين طيب الفرد كي يحدد الفرد عندي طريقتان الطريقة الأولى طريقة التخمين تسأل المريض أنت تشك في من قال لك أنا أشك في واحد صديقي اسمه أحمد عبد الله مثلا طيب أكرر اسم أحمد عبد الله أحمد عبد الله وأشوف النبض إذا تغير النبض أقول نعم أحمد عبد الله هذا أعطاك عين بس أكبر الاسم أيوة بدون ما أقرأ الفاتحة أي خلاص إحنا الفاتحة في التشخيص في البداية قرأنا الفاتحة وبداية الجلسة قرأنا الفاتحة ودخلنا في التشخيص الآن وصلنا عند الاسم تكرر مثلا أحمد عبد الله أحمد عبد الله أحمد عبد الله وتشوف النبض يتغير ولا لا طيب هو ما عنده أسماء ما يعرف أسماء يقول لك يا أخي والله كثيرين ما أذكر في طريقة عندنا اللي هي طريقة أسماء الله الحسنى
كيف؟ طبعا في الكتاب مذكور القائمة بالأسماء. يعني مثلا أكرر يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا تواب يا تواب يا تواب، يا سميع يا سميع يا سميع. قال لك عندي يا سميع تغير النبض. طيب إيش معنى يا سميع تغير النبض؟ معناته العائن يبدأ حرفه باسم السين، تمام؟ طيب تقول لو من تعرف باسم السين؟ يقول لك والله نسيت. تقول له هات جوالك، طلع جوالك، جوالك مين فيه بحرف السين؟ يقول لك فيه مكتوب سلمان، في سليمان، في سلوى، في سلمى، في سميرة. طيب اسم مركب كيف يعني؟ وعندنا يعني اسم مركب يعني في اللقب او في اسم كامل؟ اسم كامل، اسم كامل. نعم، يعني مثلا لو قلنا مثلا هذا المريض عنده سلمان، طيب قلنا كررنا سلمان 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 سلمان، تغير النبض عنده. طيب سلمان من هذا؟ قال لك انا عارف سلمان الماليزي وسلمان الاندونيسي وسلمان السوداني، تمام. تقرا عليه سلمان اندونيسي سلمان اندونيسي سلمان اندونيسي هكذا. كيف؟ حتى ترى النبض فين يتغير، تقول له هذا هو العائن. طبعا تذكر انه العائن هنا نحن نتكلم عن عين اعجاب، يعني هذا احد المحبين او المعجبين بك، ليس حاسد، تمام. الحسد ايضا ممكن يتغير معك النبض، طبعا هيتغير النبض، لكن كيف تعرف ان الشخص الذي تغير النبض حاسد ولا عائن؟ ما تستطيع تعرف. فالمريض يجب ان يعرف انه انا جاي اتخلص من العين، لكن لا اخذ ردة فعل سلبية تجاه العائن. يعني في الحديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما، بعد الحادثة هل كره سهل رضي الله عنه عامر رضي الله عنه؟ ما كرهوا بعض، بقوا كما هم صحابة وأصدقاء وإخوة، تمام. فيجب أن يعرف المعيون أن الأسماء هذه طيب أسماء ناس معجبين به، وأنهم لم يقولوا اللهم بارك، تمام. فهذه الطريقة توصلني إلى الفرد. طيب طبعا مثلا في الجنس لو قلنا حيوانات، تمام، أسمي الحيوانات الموجودة في المنطقة ممكن عن طريق الآيات، فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب كمثل الكلب. طيب الحوت على السمك، طيب الفرت من قسورة على هي أسد، لكن إيش ممكن تنويبها؟ البس الهر. طيب ما في آيات ما تقول الكلمات البقر الغنم إلى آخره، حتى تعرف الحيوان الذي أعطى العين. طيب بعد كده عندنا طريقة، خلاص عرفنا إيش طريقة النبض، وهذه الطريقة الأدق في المعرفة. طيب في عندنا طرق أخرى اللي هي طريقة القراءة قبل النوم، تقرأ قبل النوم سورة النبأ، وقال بعضهم الأنبياء والنبأ، تقرأهما بنية أن ترى العائن ثم تنام، ممكن ترى العائن. المريض إيه، تطلب من المريض المعيون، تطلب منه أنه قبل النوم يقرأ سورة النبأ أو الأنبياء والنبأ بنية أن يرى العائن، فممكن يأتيه رؤية يرى فيها العائن. طيب كذلك من الطرق المذكورة الاكتحال، تجيب كحل مثلا كحل الإسمد، طيب وتقرأ على الكحل، تقرأ مثلا سورة النبأ على الكحل، أو تقرأ الفاتحة والفلق والناس بنية رؤية العائن وتكتحل فيها قبل النوم. نعم أذن. طيب يصير نتوقف عن هنا، وصلنا إلى، طيب نكمل الطريقة الرابعة، تمام. من الطرق أيضا القراءة التخيلية. كيف الطريقة التخيلية؟ هذه ما تنفع مع الجميع، لكن في بعض المرضى ينفع معهم أنك تجعله يغمض عينيه ويجلس بالسرخاء وتقرأ عليه بعض الآيات المعينة بالرؤية، مثلا أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت أرأيت أرأيت، وإذ يريكهم الله
يريكهم الله يريكهم الله، ثم تبدأ في آيات العين. فممكن هذا المريض يرى العائن. طيب هنا وصلنا إلى، انتهينا إلى تعيين العائن، كيف أنا أحدد العائن؟ طيب أنا أخذت عرفت العائن، إيش الفائدة؟ نكمله إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله رب العالمين.